عارفة لما تدعي للمسلمين يقينا دعائك مستجاب لو خدنا بأسباب استجابة الدعاء. يقينا. شفت السلام النفسي؟ الله. طب أقول لك على حاجة، أنا آسف يعني سامحيني والله. لا قول براحتك. أنا من سنين طويلة كده اتظلمت ظلم بين جدا في شغلي جدا، فكنت أروح على باب الكعبة وأدعي على اللي ظلمني. تدعي على ظلمك؟ أدعي عليه. أمسك كده في أستار الكعبة، والله أمسك في أتشبث بأستار الكعبة. وقعدت حوالي 3 سنين مظلوم ظلم فادح، أمسك في أستار الكعبة، ومن فضل ربنا عليه الحمد لله أنا لم يسقط مني من حوالي 17 سنة الحج ما شاء الله، إلا السنتين اللي فاتوا ربنا يزيد بسبب الأحداث كورونا. فكنت أروح كده في الحج وأتشبث بأستار الكعبة وأدعي على ظلمة. وبعدين وأنا قاعد كده قلت أنا وبعدين معاك آخرك إيه؟ في إيه؟ أنا بكلم نفسي والله. أيوه. إيه؟ طب لو ربنا أنزل غضبه على الناس دي استفدت إيه؟ أنت استفدت إيه؟ فرحت والله انهارت في البكاء، ورحت متوضي اغتسلت ونزلت على باب الكعبة وتشبست بأستار الكعبة ودعوت للظالمين دول. الله. في نفس الوقت وأنا لسه هناك ربنا سبحانه وتعالى رجع لي حقي وأظهر حقي مع الناس دي، وكأن دي رسالة إحنا بنتعلمها ونعلمها لكل الناس. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله. هتعيشي في سلام مع نفسك، طبقت معنى السلام والنتائج بتاعت ربنا بقى. أولا هديت نفسيا جدا قبل ما أعرف اللي حصل للناس دي، قبل ما أعرف انتقام ربنا إيه. ماليش ما تشغلش دماغك بقى، سيبه يحكم، ما تتدخلش في شؤونه. وعشت في سلام مع نفسي، ومن الله علي وأكرمني كرم ما بعده كرم. فدي رسالة لكل واحد. طيب هنا بقى في وقفة مهمة جدا، المرحلة اللي حضرتك بتقولها دي، وحضرتك الشيخ أحمد صبري اللي دارس دين ودعوة وكل ده، قعدت كام سنة بتدعي عليهم؟ عايزنا بقى احنا 3 سنين. لا ما هو احنا بقى نروح كده بالبساطة دي وندعي للظالم؟ لا ما احنا نتعلم بقى. أنا بقولش كده، أنا بقول إنه الدعاء على الظالم جائز، لكن اقسم بالله انا بقول لك تجربه، عن تجربة. لانك بشر في النهايه، اصل الناس بالله بتحط المشايخ في حته. ادعي لنفسك، ادعي لنفسك يا مظلوم احسن مليون مره من انك تدعي على الظالم. انت اولى، انت يا كل اللي بيسمعني دلوقتي مظلوم، سواء كان راجل او ست او اي كان نوع المظلم، ما تدعيش على اللي ظلمك. حقي كمظلوم هيجيني، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طب إيه بقى؟ أنت أولى أنك تدعي لنفسك، يا رب اجبر خاطري، يا رب استرني، يا رب اغفر لي، يا رب أسألك الجنة. إحنا مش بنتكلم دلوقتي على معاني العفو وإننا ممكن إزاي أطيب قلبي، لا إحنا بنتكلم على معاني السلام. أنت حقك تدعي على الظالم، لكن هي الفكرة، لكن مش هتحقق السلام بقى، بس هي دي الموضوع النهارده. أصل في شعرة صغيرة بين الحتتين. أنا كنت لما أنا على الهواء أعترف، أنا أقر، أنا أحمد صبري أقر وأعترف إن أنا لما كنت بدعي على الظالم قلبي كان بيولع نار، ما أنا بفتكر مظلوم من المظلوم. ليه بقى؟ لأنك مش شايف نتيجة. أيوه، لان ده بعقلي انا. طب انا عايز اريح نفسي، بلاش تدعي عليه، اركنه على جنب، ادعي ان ربنا يعوضك. ركز مع ربنا مش مع العبد. ركز مع نفسك انت. ايوه يا رب عوضني خير، وسيبك بقى من الظالم ده، ربنا هيديله ما هو له اهل. الا من اتى الله بقلب سليم. أيوة. يعني كل العبادات وكل السلوكيات كل حاجه بنعملها وفي النهايه ربنا لخصها بالاختصار ده، أصحيح. الا من اتى الله بقلب سليم. قلبك لازم يكون سالم من الحقد والحسد ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على رجل من اهل الجنه، فدخل الراجل ما هوش معروف اسمه ايه، ده راجل بسيط، مش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد بالعشر المبشرين بالجنه، ده عادي خالص. بس الراجل عبد الله بن عمرو قال له انا عايزة، النبي قال عنك كده ليه؟ 3 أيام ما شفتش منك حاجة غريبة، أنت راجل بتصلي 5 صلوات بس. وراجل ما أنتش صوام وقوام لا ده حاجة بس. قال له والله ما هو إلا ما رأيت. فخلاص هيمشي. فلما جه يمشي قال له استنى استنى يا ابن أخي، بس في حاجة ما قلتلكش عليها، والله أنا كل ليلة أنام هو ده اللي أنا، هو ده السلام النفسي أهو أهو أهو. قال له استنى في حاجة بس ما قلتلكش عليها، أنا كل ليلة أجي أنام أحط دماغي على المخدة، ما فيش في قلبي غل وحقد وحسد لأي حد. الله.